بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يعني مرحلة شوية كذا صعبة شوية، ما في شيء اسمه صعبة شوية، في صعبة قوية، واللي ما يبغى الصعيب لا يجينا. مع حبيبنا والغالي على قلوب قناة رواد بحرة والطاحونة سابقا هو أبو ريم حاليا، يتوكل على الله يكمل. الآن الطلعة كذا وحينزل من هنا، طبعا في قص قوي، بلغ إنه في قص هنا قوي، يعني النزول قل له على مهلك، توكل على الله. قاعد تمرجح الموتر، روح أبو ريم. طبعا كل ما زحف يمين معناته راح في المكان السهل. كفو أبو ريم، ما شاء الله تبارك الله. يلا من اللي جاي بعده تال ويكمل. يا أنا ودي أقول أبو ريم ما تروح مع خطك، مع خط ثاني، خطك سهل يا ولد، فهمهم قول لهم كذا، مو مع الخط هذا. هذا على قولهم اللي جينا ذاكر على السيكل، يقول انا بسيكل اجي. يا سلطان القويه لا تمسك خط ابو ريم، القويه كذا، فاطلع كذا سيده. بشرك الله، ما شاء الله تبارك الله يا سلطان، ربكن. روح عشان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويجينا الكابتن الفورشنر، ما شاء الله تبارك الله. روح يا فهد، قدم لي الصدام شوي، روح على مهلك. لا 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 يا فهد، فهد ما يصلح، ضارب ضارب الصدام عندك مرة يا فهد. تجي له بالجنب كذا، تجي لك كده شتلة. نفعت مع السيارات القصيرة، أنا ما أعرف شخص طويل إيش حسوي، إلا اللي يكون يعني المقدمة مرتفعة شوي. لا تجيني هنا، جيب سيارتك وتعال. منو؟ مو ترك أنت، لا أنا أتكلم على ناصر. دقيقة يا صاحب عبد الله. راقبوا معنا الصدام برضو يا فهد، مالك نصيفة هذه. روح في الثانية فهد، روح من بعد ماهر هناك، أهون عليك شوي. الصدام صعبة، كله بلاستيك، يعني أي لمسة فيه كأنه ثوب اللي فيها زرير طقطق ذا. تفكك كله. هات يا شنب، تعال يا لان، هذا ما عنده مشكلة. امسك خط ثاني غير زي خط سلطان، روح. كله راح رمى يمين، احنا نبغى الخط الثاني هذا. وما شاء الله تبارك الله، انظروا من هو قادم اليكم يا جماعة الخير. المعلم الكبير شيخ النياسين. دقيقة، قالوا من اللي بيطلع فيهم؟ يلا خلي هذا وقف يا نداوي، روح خلاص كلم ويطلع. والله الاثنين هذول يبغوا يحرشون بعض. وهذا واحد تعلق وواحد ما تعلق. ارجع ورا دفلك عنده، هذا ما يضره شيء، ذا ما شاء الله ما معه جهاز. قل له ورا يا ماهر، على ورا. لا على ورا غلط، واحد على ورا ارجع. واحد يسحب خويكم، يلا بسرعه. هلا يا ابو ريم، هلا والله. ويزحف ويروح ابو ريم نفس الخط اللي هو افتتحه في البدايه. حتى يتم سحبه، نوقف شويه ويتم سحب فهد. كفو يا في الشنب. انا بقول شيء واحد، يعني انت تجي تغرز تعلق هذا مو عيب، انت والله العظيم تقدم درس لغيرك يستفيد منه. لا ابو فيصل ولا ادخن واحد دخل الطعوس ولد فاهمها ويعرفها، تعلم
تعلم من خبرة، تعلم من حالات صارت له، تعلم من مقاطع شافها، تفرج عليها، كل هذه اللي نتكلم عنه انه ما في احد ما يتعلم منها. فانت يا فهد الان كونك انك علقت فهذا مو عيب، انت والله العظيم تقدم درس لغيرك، عشان زي الطقمه هذا دحين اللي بيسحبوا على جنب. يا ولد انت شو بتسحب على جنب دحين؟ ابغى افهم، ماكينة خياطة انت؟ ايش؟ طيب كذا اسحب على ورا، ورا على جنب كذا تشتغل الرجل. يا اخي تجيب له مصرع كذا الله يهديك. اخلص سريع يلا. طبعا شوف السحبة هذه بسيطة يعني، مية قوية تمام؟ عادي لو سحبته يمين يسار من قدام، طبعا من قدام لا حيكون اثقل. اي مكان، بس هو مو مجرد يعني يحتاج سحبة ونتل وقصة طويلة عريضة. لا هذه حاجة بسيطة كذا. عبد العزيز اطلع قدام وانزل يمين، عبد العزيز انزل يمين عليه، خلاص سيب الواير. على مهلك بس على مهلك، ترى هو يبغى له سحبه بس شيء بسيط كذا ترى. لاحظوا ما فيها شيء يعني، مجرد بس لمسه كذا حيعدل سياره. انتهى الوضع. خلاص يا شنب خلاص. بالنسبة للمقطع حق النداوي اللي متعلق فيه والناس تكلمت كثير على هذا، قلناها يا جماعة الخير ولو قريتوا الكلام اللي كتبته في البداية، كل سحبة ولها طريقة وكل واحد بيسحب بطريقة معينة. احنا مبدأنا كان مبدأ سلامة للرجل. التعليقات كانت من خلف الشاشة، كان الوضع مختلف نهائيا عن الواقع. اللي تكلم وقال لو سويته كذا وعملته كذا وترى سهلة وترى لها من هنا وترى لها من هنا، أقول لك يا شنب ترى كان الوضع مختلف نهائيا. ويتقدم ما شاء الله تبارك الله خوينا ناصر يفتك يا ذهبي. يلا يا فهد تعال كذا. ايه فهموا يا ولد، فهموا كذا، قل له ستريت لا تروح مع الخط هذا. شوف دقيقة يا ناصر، تسمعني يا ناصر؟ ناصر اوكي اطلع، بس مو نفس الخط هذا حق ابو نمت، يعني طلوعك تروح على يسار. ان شاء الله تبارك الله. هذا وش صدر قطرك ابو ريم؟ ما ادري ايش عندك يا ابو ريم، اخو العيال. كم يا جرى؟ ويجي فهد يقول انا انتقم من الطعس هذا اللي خلاني انا اتعلق. انا مو انسان اتعلق، انا انسان ما تفرق معي يعني زي ما هي ولا شيء، انزل شوي بس. يا جيب يلا فهد روح. يا شباب تجمعين هنا، واحد يجي هنا بس ان شاء الله تبارك الله. وحش يا ولد. الله اكبر ما شاء الله تبارك. قدم يا سلام، خل الموتر ايش السبنه تحك ولا صح ولا. يلا قول بسم الله. والله انك طلعت انك كفو والله. ما انت كفو. ما انت كفو. بس خلاص يلا حط رجلك من هنا. هلا انا بنزل لكم نيسان في نفس الوضع، يعني اللي يقول لي دائما ابو فيصل تتساهل مع تويوتا، والله ما تساهل مع احد. ويا ابو فيصل انت متحيز السياره الفلانيه، حرام بالله اقول لكم ما تحيز لاحد، انا اتحيز لسواق الكفو. الله اكبر يا شنب، والله العظيم انك كفو يا ولد، حرام بالله كفو. اسكت انت، تعال هنا تواجهك، توقف موترك هناك وتطلع مواتر الناس، انا افضحك دحين. بس يا شنب روح. وحش يا ولد، ارجع ثاني، ارجع شوي، يلا روح جوهد. انا اشهد انك كفو، والله انك وحش. يلا يا ولد.
وما شاء الله تبارك الله الرنجلة. بس يا رنجلر انا شايف انت موترك واطي شوي، مو زي الجيوب الثاني، كاميرات صغيره او شيء زي كذا ما اعلم، بس روح وقول بسم الله. خلاص خليه، لا هذه سياره واطيه. روح عشان رجعوا شويه الان، اذا ما قدر كذا رجعوا شويه. اسمع روح عشان صدام طار، قول له صدام طار. فكينا صدام يا جماعه، الله انا من اعرف هذه الجيوب بصراحه. صدام لهالدرجه كذا خفيف ينفك بسهوله صعب. ان شاء الله تبارك الله، يعني 18 موديله هذا عوافي يا شنب. روح ان شاء الله ولا يهمك بدو. لا اعلق فيك وحش يا ويلك، انا الداوي جاي بعده. ان شاء الله تبارك الله وحش. ما شاء الله تبارك الله الجماهير معجبة المنطقة، كل واحد ماخذ له طعس مرتفع، حتى الناس اللي هناك شوفوا يا جماعة الخير تكين وفرشة ويتفرجون على يا فهد عطوا تعليمات يا ولد. وش أربعة؟ ما يخالف، المهم معبي بنزين. يا نداوي فينك انت؟ ماني شايفك. قدموا شويه، قدموا النيسان، قدموا بعد، استنى قدموا شويه. تويوتا تويوتا بهذلناها قبل شوي. راقص صحيح، اسكت ولا كلمه انت. إن شاء الله تبارك الله. هلا بالسيارة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا ماهر اتكلموا، هذا عشان عنده صدام يا شايف يا اخي. الصدامات هذه الصغيره دي والله مشكله. بقولها شيء واحد يا جماعه الخير، قيس موترك اذا انت تبغى يعني تطعس وتدخل اماكن زي دي، ترى الواجهات هذه اللي نازله حتى من شد البلد. ماهر كلمه يا اخي. ما شاء الله تبارك الله، وحش يا ولد وحش. هلا بالفتك.
الله لا قوة إلا بالله. ذكر الله طيب يا جماعة الخير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويرجع أخوينا. اسحبوا يلا يلا يا حبيبي يا أخي، ليه كذا يا أخي؟ نسال فرصتك يا نسال، في معلم هناك راح فيها. والربطة يا فهد، ها اسحبوا يلا، روح يا ناصر يلا على طول، لا تلف يسار على طول. والله وحش يا ولد، والله يا ويلك يا تيوتا. ارجع بعيد اقول ترى ما عندي تعصب لاي سياره ان شاء الله تبارك الله. وحش وهذا الفتك. على مالك افسخ كبرك كذا وما شاء الله الف جاي. لا دلع نفسك، ليه ما توازن السيارات كذا نطلعهم على مهلهم كذا؟ ما ينفع الحين كذا، راح الف جاي. جيب لي البليزر هذا ما شاء الله تبارك الله. ويتم السحب ويتم التعليق مع بعض، يا ويلكم ويلا، قص الواير من النص. دقيقة يا ماهر، خلي يسحبون بعضهم ذولي. يلا يا ولد فهد لا تستهون، والله تعلق معاه، لا موتر ثقيل. والطاحونة شغالة فوق، خلاص طلع اللي هنا هنا، خلاص خليك معي. قدموا شوي شوي. ماهر خليه كذا يروح. يشير بيدك زين، خليه يشوفك. خلاص ما عليه روح. بس بس لا يعلق فيك. هاي على هونك انزل. سلام. وحش يا ولد، يعجبني اللي يوقف كذا وينزل برواقه بهداوه. البعض منهم يجي يوقف الوقفه اللي وقفها النيسان الان وتنشن كذا وعشق بسرعه ويجي راجع تعلق كذا. ما شاء الله تبارك الله يا بليز. روح روح يا طيب، يلا روح. على مهلك، عنده الجير ما ادري ايش كذا، لاحظته كذا ما معشق معه بسرعه. السياره مرتفعه لكن الجناح لا تزال اللي تحت ذا، شوفوا في الرجعه يغرف رمل معه. شفتوا شلون؟ فهد يا ماجد وخروا سياراتكم من هنا. هيطلع يطلع. طالع له الصدام يا ولد، قول له روح روح روح، خلاص كسروها الان. بس يا من هنا تبغى كذا، يلا روح فهد بالنزول.
لو ضرب فراوي تعلق ثاني مرة ويجيله الثاني اللاندو يسحبه ثاني مرة. تعال فتك صاحب الفتك تطلع من مكان جديد طبعا اصعب شوي كذا. كل اللي كل بيطلع بمسار السياره الثانيه ترى يا جماعه الخير ما كانك سويت شيء، ترى انت مشيت بمجهود غيرك. روح لا تسوي كذا، لا تسوي كذا. اتعلق نفسك يا نداوي. طبعا نداوي قائد سرب النيسين. ماهر اقرب هنا، ابغى ما ابغى يدعس في خط واحد قبله. يلا روح قدم شوي، قدم وترجع. بس هاي تضرب برا. هتشوفها بعدين يا شنب انه مره جدا سهله. احنا بنحاول نظهر قوه سيارتك ومهارتك في السواقه، فعشان كذا دائما اقول لك قدم وسوي واعمل على اساس تجي واحد جديد. لاحظ اللي بعدك الان هذا شو نسوي معاه. قدم يا قدم شوي، قدم شوي. بس بس ارجع يا لحظه يا ماهر، ارجع شوي يا عبد العزيز. ارجع ارجع ارجع. بس بس يلا حاول من عندك. ما هو عيب اذا ما قدر يا جماعه الخير، لكن لما يقدر زي كذا يصير كفو ما شاء الله تبارك الله. اما اللي بيجي بيستسهله وبيطلع، بس انت مجرد تطلع في تصوير يعني ما اديت شيء. روح يا شنب معليش، يعني احنا نبغى الناس تشوف سيارتك، تشوف قوتها، تشوف مهارتك في سواقتها، هذا اللي نبغاه. اما بتطلع في خط غويك كيف الحال. روح يا ماجد ما شاء الله تبارك الله. هلا بالباترو. هلا عليكم السلام. اطلع شوي يا شنب قدام، قدم شوي. يا سلام عليك، من هنا انطلق. وحش شوف يا صار سهله شوي لي. غير لي مكانك، ابغى وجه الموتر عندك يختفي. هلا حبيبي ما اسمع كويس. قدم شوي يا صاحبي ناصر، قدم قدم. روح ما عندك مشكله، انت عندك صاجه. صدام كيف؟ لحظه يا ناصر. قدم شوي يا ناصر. قدم قدم، ابغى خشم الموتر يطلع. قدم يا سلام عليك، قدم يا سلام، قدم يا تي نيسان. قرب قدم، سيب التليفون لا قد ترد على الجوالات. روح 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 قدم. السلام عليك، يلا قول بسم الله. اقول لك اضغط زي الناس وتتمشى. اجل تضحك علي انت. اطلع قدام، اطلع قدام، اطلع. ترى اتكلم واحش فيك والله العظيم. اطلع اسمع كلامي، اطلع بعد، سيبك من النداوي ما يطالعك. روح روح اجنب، قول بسم الله. اذا انا ما سمعت حنة الموتر ذا ما اعترف الموتر ما شاء الله. هاي قدم، في صخور وراك كسرت السياره. روح اطلع قدام، بس اوقف هنا. يلا اطلع، هذا الشغل اللي نبغاه. بس لا ترجع كثير. انتظرونا ان شاء الله يرجع الفورد، انا اوريكم اوقف لكم وياه بظهرك هنا. ترجع اصدف صدامه مو مشكله. والله هذا اللي نقصده يا جماعه الخير. يعني شوف انت يا صاحب الموتر، حتروح وتشوف سيارتك، اتعرف يمكن تحتاج شيء، يمكن تحتاج لك ويه عادي. طبعا اللي تشوفونه لابس اصفر، هذا تويوتا.
يا ابي كذا بيصدمني. لا لا يقرب من عندي نهايه مره خلاص كفايه، ما في تامين في البر. ناقصك انا. مار بالضبط عند رجلك، خليه واجه كذا. واجهني انا. طيب انا ما ينفع كذا يا عبد العزيز، لازم يصير معتدل كذا حيطيح هنا. ترى هنا في قصين صغار ذي، هذه تمسكه. على هون غلط غلط موقفينه غلط يا جماعة. كذا مد له يدينك كذا عشان يعرف انك يبغاك مستقيم تجي. اها جاك المعلم، هذا اللي بيجيب العيد، وخر عنه وخروا، هذا اللي بيجيب العيد. طبعا وصل خوينا اللي انت خابرين ذاك ابو الزحاليق.